مساء الخير. سجلة هذا المساء يتناول الشأن المصري من جديد، نناقش هذه الدورة الحاسمة القادمة حول انتخاب رئيس لمصر، رئيس لمصر الثانية أو الدستور الثاني أو الجمهورية الثانية. كثير قيل حول الانتخابات الأولى، الكثير قال أن هناك مفاجآت، الكثير اعتبر أن هناك شيء جديد في مصر لم يكن معروف في القبل، البعض اعتبر أن هناك حالة تطرف بمعنى أن ننتخب من هو الأقرب إلى ما يسمى بالفلول في مصر، أو من هو الأقرب إلى ما هو معروف بالتيار الإسلامي بعيدا عن ما يعتبر تيار معتدل كأسماء أخرى. على كل حال، نقاش هذا المساء سيكون مع الأستاذ إبراهيم منير، وهو قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ محمد أبو العينين، وهو صحفي وكاتب أيضا من مصر. أستاذ إبراهيم منير، أهلا وسهلا بك. أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم منير، حول أولا، أنا قرأت، رغم أنه الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين جاء أولا في الانتخابات، لكن كان هناك خيبة أمل من بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين كانوا يحسمون موضوع الدكتور محمد مرسي بصفته سيكون رئيسا للجمهورية من الدورة الأولى، وكأنه كان هناك أسباب أخرى جعلت من الصوت الإخواني أضعف مما هو متوقع. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة صحيح، كان مجموعة كبيرة من داخل حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين يتصوروا أن الدكتور محمد مرسي ممكن أن يحسم الجولة من الجولة الأولى، إنما هذا الكثير أيضا كان يضع أمامه عدة اعتبارات، أنه دخول الدكتور محمد مرسي إلى السباق الانتخابي كان متأخر، وأن الكثيرين لا يعلمون عنه شيئا، إضافة إلى أنه والبعض أخذ عليه بأنه مرشح الاحتياط. نعم، وهذه أيضا أثرت عليه، إنما ليس في داخل صف الحرية والعدالة، وإنما في داخل صف جماعة الإخوان المسلمين الإعلام اللي حصل عليه إجماع، شبه إجماع، لتشويه موقفه والاحتياطي وإنه مرشح الاحتياط، إضافة إلى أنه هناك الجميع، أنا أقول كل الفرقاء السياسيين في مصر، لم يكونوا يتوقعوا أن هذه النتائج تصل لهذا الحد. لم يكن أحد يتصور أن الفريق أحمد شفيق يمكن أن يحصل على هذه الأصوات التي حصل عليها، إنما الناس كانت تغفل، أو البعض نسي بعد ثورة الأحداث وحوالي 14 شهر أو من الثورة، أنه ما زال النظام القديم قائم، وأن الحزب الوطني قائم. ولذلك عندما ظهرت الأصوات، نسبة الأصوات، أنا شخصيا لم أفاجأ بهذه النسبة، وهي عندما الحزب الوطني، المحليات، رجال الأعمال، الإعلام، الدفع لأمن الدولة، وبعض الرسميين زي الغفراء والعمد في القرى والنجوع، إضافة إلى أنه بعض المناطق البعيدة اللي يقال عنها مهمشة أو بعيدة عن نشاط العمل السياسي، النظام اشتغل فيها بشكل جيد، وذلك حصل وهذه كانت قوة الحزب الوطني أو الجهاز الدولة الرسمي الذي كان يعمل طوال 30 سنة. أستاذ إبراهيم منير، أليس معيب أن تقول القوة السياسية الأساسية، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، أنهم تفاجؤوا، بمعنى أنكم كنتم بعيدين عن ما يجري وبالتالي كانت مفاجأة بالنسبة لكم؟ الحقيقة الكل كان بعيد عن هذه الحقيقة، الكل كان بعيد، كان يتصور أنه ما يقال عنهم الفلول قد تنحوا عن الطريق وسلموا بالأمر الواقع، إنما الكل كان لم يكن متصورا أن ممكن أحمد شفيق يحصل على هذه الأصوات. إذا سلمنا أن هذه الأصوات، الصناديق الانتخاب، لم يحدث فيها تزوير مشين، أو لم يحدث فيها تزوير مخل بصحة الموقف يعني. إنما ما يقال الآن يعني حوالي 17 شاحنة في مناطق شبه جزيرة سيناء في البحر الأحمر كانت توزع إعانات غذائية على الناس، إضافة إلى الأموال التي ضخها بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق. لكن هذا أسلوب الجميع، حتى يعاب على الإخوان المسلمين أنهم أيضا يستخدمون أسلوب الإعانات والمعونات. لم يحدث على الإطلاق الإخوان المسلمين في الحملة الانتخابية وزعوا على الناس أي مواد غذائية، وثبت بعض الناس حاولوا يعملوها واتمسكوا وقبض عليهم وقدموهم لأقسام الشرطة والنيابة لأنهم بيحاولوا تشويه الموقف. لم يحدث في هذه الانتخابات ولا قبلها أن الإخوان المسلمين أثناء المرحلة الانتخابية
وزعوا على الناس زيت وسكر وشاي ولحمة وسكر إذا ما كما كان يقال، لم يحدث على الإطلاق. وهذا كلام يعني لا أقول يعني ليس بالحقيقة إنما كذب تماما يعني. طيب أستاذ محمد أبو العنان، أنا يعني أستغل وجودك بصفة صحفية والكاتب، وبالتالي لا يعني لا تحمل وزر الدفاع عن تيار سياسي معين. طبعا حضرتك أيضا من الذين تفاجأوا، لا أعرف إذا كنت تفاجأت إلى هذه الدرجة، لكن كيف تفسر ما حصل؟ هل حضرتك قريب من تفسير أستاذ إبراهيم منير، أم أنه طبعا يعني عندما يقال أنه دكتور أحمد شفيق هو ممثل للفلول، من صوت لأحمد شفيق والشعب المصري بملايين بأكثر من 5 مليون؟ في تقديري أنه كان في حالة سابقة العملية الانتخابية في مجملها كانت تؤدي إلى هذه النتائج التي شاهدناها، سواء كان التصويت لجماعة الإخوان المسلمين بهذا القدر. أعتقد أن التصويت لجماعة الإخوان كان أقل مما تتوقعه الجماعة ذاتها، يعني الجماعة كانت تتوقع أكثر من ذلك، لأن السياسات التي اتبعت والنهج الذي اتخذه قادة الجماعة قبل الانتخابات أعتقد وعقب نجاحهم في الانتخابات التشريعية كان له أثر كبير جدا على انصراف كثرة من المصوتين عن التصويت للجماعة. وأعتقد كمان أنه بمعنى أنه السياسات التي انتهجت الناس كانت تتوقع بعد نجاح الإخوان في مجلس الشعب وحصولهم على أكثرية داخل البرلمان على أنهم سيسعوا إلى صياغة تشريعات أقرب للمساس بحاجة الناس الأساسية. الناس خرجت في الشوارع طلبا للحرية والعدل والحق في الحياة الكريمة. أعتقد أن التشريعات التي قدمت إلى البرلمان منذ اللحظة الأولى لنجاح البرلمان وحتى الانتخابات الرئاسية كانت كلها مجموعة من التشريعات النخبوية التي تخص النخبة أكثر من ارتباطها بالقاعدة العريضة الشعبية. أعتقد أنه كانت أوسادت حالة لدى الناس من عدم الرغبة في توريث نظام جديد أو وجود نظام جديد يكون لديه كل مفاصل الدولة. بمعنى آخر أنني استمعت إلى كثرة من الناس عند سؤالهم لمن ستصوت، قال ورغم أنه صوت لجماعة الإخوان المسلمين أنه لن يصوت للجماعة مرة أخرى أو لمرشح الجماعة بالتحديد، نظرا لأنه لا يرغب في إعادة هيكلة أو إعادة ميلاد لنظام جديد يستأثر بكل مفاصل الدولة. نعم. كيف فسرت التصويت لأحمد شفيق؟ التصويت لأحمد شفيق في تقديري أنا كان نهج الدولة البوليسية القديمة التي ورثها المجلس العسكري وسعى بكل السبل إلى بس أولا الدعاية التي تخيف الناس من الإخوان المسلمين، وأنا ضد هذا الأمر تحديدا. ثانيا فزاعة إطلاق البلطجية، استخدام الشرطة لإخافة الناس عن طريق سحب الشرطة من الوجود في الشارع وإحساس الناس بأن الذي سيعيد إليهم الأمن هو القبضة الأمنية القوية التي لها خلفية عسكرية. أعتقد أن هذه سياسة ممنهجة ساهمت إلى حد بعيد في إخافة الناس ودفعهم للتصويت لصالح أحمد شفيق. حضرتك طبعا أستاذ محمد أبو العنان كنت من يعني من النشطاء في موضوع الثورة وإلى آخره، هل تشعر أنه يعني هناك خيبة أمل أنه الناس لم تكن مع الثورة وبالتالي التصويت واضح جدا وهناك انقسام في المجتمع المصري حول الثورة؟ لا، أنا في تقديري يعني خيبة الأمل عندما نتحدث عن خيبة الأمل نحن نتحدث عن 23 مليون ناخب ذهبوا للتصويت في العملية الانتخابية. أعتقد أن الثورة حصلت فيهم على ما يقرب من 60%، يعني الثورة حصلت على 60% من عدد هؤلاء الأشخاص الذين صوتوا لصالح الثورة إذا احتسبنا الأصوات اللي حصل عليها حمدين صباحي، إذا احتسبنا الأصوات اللي حصل عليها خالد علي، إذا احتسبنا الأصوات اللي حصل عليها عبد المنعم أبو فتوح وحمدين صباحي، تحديدا نصل إلى حوالي 11 مليون ذهبوا للتصويت. معنى هذا أن التصويت مع الثورة، وإذا اعتبرنا أيضا أن جماعة الإخوان المسلمين تتبنى إلى حد ما يعني ما بين اللحظة والأخرى تتبنى بعض مطالب الثورة، فيمكن أن نقول أن الثورة حازت على الأغلبية في التصويت. ولكن حقيقة
أو أنا أحمل جماعة الإخوان المسؤولية عن هذا الأمر، لأنها ابتعدت عن التيار الثوري وافترضت في لحظة من اللحظات أنها قادرة على الاستئصار بمفاصل الدولة، واعتقدت بأن العسكر لديهم ما يمكنهم من أن يعطوا لهذه الجماعة مفاصل الدولة. أعتقد أن هذا كان اعتقاد خاطئ واغترار بقوة تحققت في انتخابات برلمانية كان التصويت فيها بالأساس هو في قدر كبير منه تصويت انتقامي من رموز الحزب الوطني السابق، تصويت رغبة في تجربة جماعة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلامي على بالتحديد، ونراه بعد ما جربنا العسكر لمدة 62 سنة أو 63 سنة، فهم اغتروا بهذه القوة، وأعتقد أنه كان له نتائج ضارة جدا بالفعل الثوري، أوجدت المشكلة التي يقع فيها الناس الآن لمن نصوت، يعني هذه أعتقد أن الجميع سيعاني من هذه المشكلة. سؤال كبير أيضا أستاذ إبراهيم منير، وهذا طبعا سؤال مصري داخلي، وأصبح هناك شعار أن مصر بين الشيخ والجنرال في تلميح إلى دكتور محمد مرسي وإلى دكتور أحمد شفيق. طبعا من خلال قراءاتي وحاولت أن أبتعد عن التصريحات الرسمية لحتى نسمع الناس، بعض الشباب يعني نسب عن أحد الشباب التابعين للتيار الثوري يقول مطلوب مني أن أختار بين من قتل الثوار ومن أخفى سلاح الجريمة، وآخر يقول لا يوجد إنسان عاقل يختار بين السرطان والكوليرا. هل إلى هذه الدرجة المواطن المصري في حالة حيرة بين خيار ألف وخيار ب؟ اسمح لي أولا لأخونا الأستاذ محمد، أثار التهمات أنا أعتقد أن كلها ليست صحيحة، يعني المفروض أن أنا أبدأ يعني تسمح لي بالرد فضل على أثاره ابتداء، يعني قبل أن نخرج بموضوع آخر. هو تكلم على أنه البرلمان لما الإخوان الناس حشيبوا بالإحباط لأنه القرارات أو مشاريع القوانين التي أخذها مجلس الشعب نخبوية وليست لها علاقة بالناس الشارع. ما أفي أنا يعني ما نشره مجلس الشعب أخي مؤخرا حول القوانين التي تمت، ولو تسمح لي أقولها بسريع بسرعة بشكل سريع تفضل. مجلس الشعب عقد 83 جلسة أخذت 228 ساعة. القرارات التي أخذت والتي يقول عنها الأستاذ محمد أنها بعيدة عن يعني أحوال الناس، أولها رفع التعويض للشهداء الذين تموا من 30,000 جنيه إلى 100,000 جنيه، قرار أخذ بهذا الكلام. في مجموعة كبيرة من العاملين في الدولة ليسوا مثبتين كوظائف دائمة، أخذوا هذا القرار وتم تثبيت هؤلاء العاملين ويعتبروا بمئات الألاف أو بعشرات الألاف على الأقل، يعني تعديل بعض قوانين التعليم التي كانت النظام السابق بأسلوب التعليم الموجود فيه عمل إرباك شديد في التعليم، بحيث أنه يفرغ المحتوى التعليمي التعليم المحتوى الحقيقي، تعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية لتطهير الحياة السياسية من رموز النظام السابق، تعديل أحكام قانون الانتخابات الرئاسية للتأكيد على نزاهة العملية الانتخابية، وهذا الذي تم أنه لابد أن الفرز الصناديق يتم في مقره ولا ترفع للجنة العليا بحيث نضمن نزاهة هذه الانتخابات، تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري لحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، قانون التأمين الصحي على المرأة المعيلة، المرأة التي ليس لها زوج أو التأمين الصحي، لأن كلها عليها تأمين صحي وكانت يعني هذه الأسر كانت تعاني بشكل كبير جدا. حصل يعني 16 اتفاقية دولية تم مراجعتها، 911 تقريبا طلب إحاطة أو 8118 طلب إحاطة، 416 بيان عاجل، يعني هذه الكلام كلها. وأخطر شيء اللي الناس بتحاول تنساه أمرين، الأمر وهو المعدل الدكتور محمد سعد الكتاتني عندما تولى رئاسة البرلمان عهد أحمد فتحي السور رئيس البرلمان السابق طوال 20 سنة التي كان رئيس البرلمان، مرتبه الشهري من البرلمان له مكتب محامي خاص كان 750,000 جنيه، عندما تولى سعد الكتاتني المنتخب أصر أن يأخذ راتبه مثل راتب أي عضو، رئاسته للمجلس الشعب لا تعطيه حق امتياز. هذه الناس تغفلها. أيضا أخطر شيء تم وهو أن الدكتور رفعت المحجوب الرئيس الأسبق للبرلمان كان عنده تعبير سيد قراره، أي طعن للبرلمان لأي في نائب يقول المجلس سيد قراره، لا يأخذ بأحكام القضاء بالنسبة لعضو صحة عضوية أعضاء الحزب الوطني بالتأكيد كلهم يعني أو التابعين للحكومة.
أصدر البرلمان قرار إنه ما فيش حاجة اسمها سيد قرار. إذا القضاء حكم بعدم صحة عضوية عضو في البرلمان لابد أن ينفذ هذا القضاء. حتى بالنسبة للجنة المئة عندما اعترض البعض وحالوها إلى محكمة إدارية بقاضي واحد وقالت إن هذا التشكيل باطل، رفض المجلس ورفض الدكتور سعد الكعتتني رئيس المجلس باعتباره رئيس المجلس أن يستأنف على هذا الحكم، وقال لابد أن نرضخ لحكم حتى لو كان من المحكمة الابتدائية. أعتقد هذا الكلام اللي بيحاولوا شوشروا به ويقولوا الأخوان لم يقدموا شيء والبرلمان لم يقدم شيء، يعني أعتقد اللي يغفل هذا الكلام لا أعتقد أنه منصف في هذا الحديث. أستاذ محمد. والله أنا بس يعني شايف أن لا وجاهة الآن للتعامل مع الأمور. أنا أرى أن جماعة الإخوان المسلمين عندما يوجه إليها النقد تتعامل معك على أنك أنت تهاجم الجماعة وتنظر إلى إنجازها على أنه ليس إنجاز، لكن أنا أرى أن اللحظة الآن هي لحظة فارقة وحقيقية. أنا ألوم على الفصيل الذي وضعني داخل هذه الدائرة الضيقة التي تحدد خياراتي، أنا ألوم على التيار الذي وعد بأنه لن يكون له مرشح رئاسي حتى يوحد القوى في مواجهة التيار أو الفلول والنظام القديم. أنا الآن ألوم هذه التصرفات. أنا الآن عندما نتحدث عن طلبات الثوار من البرلمان لم تكن أبدا زيادة التعويض من 30,000 جنيه ل100,000 جنيه. الطلبات الحقيقية كانت هيكلة جهاز الشرطة، هي تحقيق العدالة حقيقية عن الدماء التي سالت. الدماء التي سالت تقدروها بالمال؟ لا يمكن أبدا النظر إلى هذه الأمور. الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة. أعتقد أن كل ما اتخذ من إجراءات داخل البرلمان فيما يعني هناك أشياء حتى لا نكون يعني حتى نكون منصفين، هناك أشياء اتخذت جيدة، ولكن في المجمل أداء البرلمان لم يرتقي إلى حركة الشارع إلى ميدان التحرير وطلبات الثوار. أستاذ إبراهيم منير، بغض النظر عن التفاصيل التقنية والقانونية أيضا، يبدو بشكل عام كان هناك خوف أولا في استجابة لانتخاب الإخوان المسلمين، لكن خوف من الهيمنة على الدولة المدنية إلى آخره. حتى يعني أحد الكتاب المعروفين طبعا الدكتور فهم الوادي، وهو طبعا من الكتاب الإسلاميين، يدعو الإخوان دائما إلى العمل بشكل جاد لطمأنة المجتمع، وهذه كلمة تكرر دائما أن المجتمع خائف مما يريد الإخوان لهذه الجمهورية، وأنه طبعا بغض النظر عن التفاصيل التقنية هناك دائما الكلام حول دور الإسلام، دور الشريعة، دور المرأة، دور الأقباط. حتى كلام الدكتور محمد مرسي الأخير يعني جاء وكأنه توزيع جوائز، أنه نائب سيكون قبطي وسنحترم، يعني حتى الآن ليس هناك ثقة بأنه الإخوان بإمكانهم أن يحكموا بشكل مدني. ليس الجوائز، هذا الكلام اللي قاله محمد مرسي مؤخرا بعد الانتخابات نتائج الجولة، وكان يقوله من قبل، إنما مضطر مرة أخرى ليعيده. كان قبل أن تتم الانتخابات الرئاسة أو تبدأ انتخابات الرئاسة كان لا يقول لا 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 أعترض على يكون لا أمانع أن يكون نائب رئيس الجمهورية مسيحي، ولا أمانع أن يكون رئيس وزراء مسيحي، ولا لأنه هذا الكلام كان يقوله قبل الانتخابات الرئاسية، إنما مضطر الآن يكرره. إنما لعل البعض للتخوف يقول الإخوان استحوذ على كل شيء. يا سيدي الكريم، تمت في عهد الثورة بعد أن تم الثورة تشكيل وزارتين، الوزارتين دول واحدة برئاسة عصام شرف واحدة برئاسة الجنزوري، لم يوجد فيها واحد إسلامي ولا واحد من الإخوان المسلمين، بينما كله من اليمين إلى اليسار ولا يوجد واحد من الإخوان المسلمين. المجلس الشاري الذي عينه المجلس العسكري الحاكم لا يوجد فيه واحد من الإخوان المسلمين. انسحبوا الإخوان المسلمين من أول مرة كان الدكتور سعد الكتاتني والدكتور محمد مرسي، لأنه وجدوا أن المجلس الشاري لا سلطة له، فانسحب ولا يوجد واحد من الإخوان المسلمين. تم تعيين محافظين للمحافظات 27 ليس فيهم واحد من الإخوان المسلمين. لم تحكموا الإخوان المسلمين حتى، لكن عندما يقول فهم الهويدي عليكم طمأنة المجتمع بأي معنى؟ أنا أقول مسألة الاستحواذ، أين الاستحواذ؟ الأستاذ فهم الهويدي محق في أن يقول هذا الكلام، لأنه الحملة الإعلامية الضخمة التي تمت على الإخوان المسلمين، كل الإعلام المحلي كله متفق على حرب الإخوان المسلمين وتوشيه موقف الإخوان المسلمين. وذلك لما الأستاذ فهم الهويدي طالب أن الإخوان المسلمين يطمئن الناس، محتاج فعلا جهد أكبر، محتاجين تجهد أكبر من هذا من الإخوان المسلمين اللي نطمئنوا الناس. بينما الإعلام الذي يملكه الإخوان المسلمين داخل مصر لا يساوي 1/20. هل نجحتم في طمأنة الناس؟ يعني منذ الدورة الأولى حتى الآن، هل خطاب الإخوان المسلمين باستطاعته الآن
أن يطمئن الناس؟ يعني على الأقل باتصالكم بالتيارات العلمانية يعني والديمقراطية واليسارية والقومية وكل. للأسف للأسف الشديد الفعل غير غير القول يعني. يعني ما نملكه من قول وما نملكه من الوصول إلى الناس بالنسبة للإعلام المضاد أنا أقول تقريبا 1 إلى 20 يعني. ومع ذلك الحملات الانتخابية اللي حاولوا في الفترة الأخيرة حزب الحرية والعدالة يفعلها بالمؤتمرات الجماهيرية في بين الناس وفي العواصم والمحافظات لعلها ساهمت قليلا في تطمين الناس، إنما في النهاية أنا أقول إنه مطلوب أيضا زيادة هذه الطمأنينة وزيادة إشعار الناس إن إحنا فعلا نقول نفعل ما نقول نلتزم بما نقوله. طيب أستاذ محمد أبو العنان، لماذا الإخوان طبعا يعني ملاحظة مهمة أيضا أستاذ فهمي الهويلي يتحدث عنه ويدعو الإخوان المسلمين إلى تقديم تنازلات وطمأنينة المجتمع، لكنه أيضا يقول لا يمكن الإخوان المسلمين أن يتنازلوا والآخرون يطلقون النار ويخصفون الإخوان المسلمين، الآخرون هم الليبراليين واليساريين وكل هذا. هي أولا. ثانيا أنه كل التيارات الأخرى غير الإسلامية لكنها التيارات الثورية مضطرة هذه المرة أن تصوت إلى دكتور محمد مرسي لكي تبعد الفلول أو النظام القديم، وبالتالي الإخوان المسلمين ليسوا مضطرين لتقديم تنازلات كبرى. أنا بس أخشى يعني أن ننجر إلى فكرة أن الهجوم الآن في هذا التوقيت بالذات وقبل سباق الإعادة إلى فكرة الهجوم على محمد مرسي وكأن المسألة هي دعم من تلك التيارات للدكتور للفريق أحمد شفيق، على الإطلاق ولا يمكن أبدا أن يضع أحد شريف ويرى دماء الشهداء التي سالت في الميادين أن يضع يده في يد أحمد شفيق. هذه مسألة منتهية، ولكن نحن الآن نخشى على الدولة المدنية المصرية. الجميع سواء الإخوان أو الفصائل الأخرى يتجاهلون أنا في تقدير العمود الفقري لما يحدث. العمود الفقري لما يحدث أن جماعة الإخوان المسلمين ترغب في تطبيق الشريعة الإسلامية، ترى أن هذا هدف نصب أعينها، هذا هدف للتنظيم، أي كلام غير ذلك هو محاولة للتغطية على حقيقة وإظهار خلافها. والجماعات الأخرى الفصائل الأخرى سواء الليبراليين أو اليسار يريدوا دولة مدنية لا تحكمها الشريعة الإسلامية. هذه حقيقة الجميع يحاول أن يبعد عن سياقها، وهذه مشكلة كبيرة لن تجد لها حل إلا إذا واجهنا هذه المشكلة. هذه مشكلة كبرى. هذه مشكلة كبرى. أرى أن حلها لابد أن تصل تلك الفصائل. الإخوان المسلمين جزء لا يتجزأ من واقع الحياة المصرية. علينا أن نجد وسيلة ما. أنا توسمت إلى حد بعيد في فكرة أن ينشأ حزب سياسي منفصل عن الجماعة. فوجدنا أن رموز الجماعة عندما تأتي لتتحدث عن الجماعة تتحدث عن أن الجماعة أكبر من التنظيم القانوني. عندما حدثناهم عن قانونية الجماعة قالوا أن الجماعة يعني هي أكبر من الوعاء القانوني الضيق. هذا الكلام لا يجوز أن يصاغ في دولة تحكم بمؤسسات وقضاء وهذا الأمر. عندما قلنا أن هناك انفصال ما بين حزب الحرية والعدالة وما بين جماعة الإخوان المسلمين وأن حزب الحرية والعدالة سيمارس العمل السياسي في إطار من أن الحزب الذي يحوز على الأغلبية هو الذي يكون له أو إرادة الناس هي التي محمد تحدي محمد الإخوان هم يعني يمارسون السياسة بهذا الشكل. أنا أريد أن أسألك أكثر عن من هم ليسوا إخوان مسلمين وهم ليسوا إسلاميين، وأنت تطالب بدولة مدنية في حال لم يستطيع مثل الإخوان المسلمين أن يقدموا هذه التطمينات. أعتقد هم لن يذهبوا بأصوات، وقد أعلن لن يذهبوا بأصوات أحمد شفيق، بالتالي خياراتهم محددة، خيارين: المقاطعة أو الإبطال. بمعنى آخر أنني أقاطع تلك العملية ولا أمنحها شرعية مشاركتي فيها، أو أن أبطل صوتي، أذهب وأبطل صوتي. وفي هذا المقاطعة والإبطال هذا يصب لصالح أي طرف؟ أنا يعني هنا تخيرني ما بين شيئين، ما بين أن تموت بالكهرباء ولا تموت غرقا. يعني أنا كما الأمثلة التي ضربتها حضرتك في بداية الحلقة، أنا عندما أتحدث عن هذا الأمر أنا لدي خيار ثالث. أنا لدي لا تعطيني أو لا تجعلني أذهب لكي أنصب
احدا يقضي على دوله مدنيه بقى لها 200 سنه. الدوله المدنيه المصريه مهدده وفي خطر. وعلى الناحيه هذا الكلام قد يفهم من الافضل ان نقبل باحمد شفيق لا أبدا. على الاقل مؤقتا. على الناحيه الاخرى وهذا استكمالا لحديثي، هناك دوله بوليسيه قمعيه قد خبرناها وعشنا معها 62 سنه قمع واستبداد وسرقه وفساد وكل ما يمكن ان يقال. اذا انا كتيار ثوري لدي قناعات معينة علي أن تطرح في هذا السياق، في هذا السياق. بمعنى آخر أنني أو 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 حملت هذا التيار عليهم أن يختاروا طريقا ثالثا. ليس معنى ذلك أنني علي أن أنزل إلى ناخبي وأقول لهم اذهبوا وأعطوا صوتكم لجماعة الإخوان المسلمين كي تقضوا على دولة مدنية، كي تقضوا على حقكم في الحرية الشخصية. فلا يمكن أن يستوعبوني. هذا بعيد عني. في القسم الثاني سنحاول أيضا أن نناقش هذه المسألة، مسألة هذه الخيارات الصعبة. نحاول أيضا أن يعني نستشرف هذا الفرق بين الخيارين بعد الفاصل. جدنا في القسم الثاني مصر بين الشيخ والجنرال، على كل حال جدل هذا المساء مع الأستاذان إبراهيم منير ومحمد أبو العنيه. أستاذ إبراهيم منير، حول هذه الورطة، أولا هل تتفهمون؟ أنا طبعا يعني في نوارة نجم، وهي طبعا من الناشطات المعروفات في مصر، قالت لن تنتخب محمد مرسي لأن كرامتها لا تسمح بانتخاب مرشح احتياط، أما من ينوي انتخاب شفيق فدعت عليه بالموت حرقا انتقاما لدماء الشهداء. وبالتالي في شريحة كبرى من الناشطين الأساسيين الذين يحركوا هذه الثورة مؤسف أن لا يكون لهم خيار. يعني الحقيقة يعني أنا أرجو أن احنا عشان نواجه هذه المشكلة نضع العناوين الصحيحة لها وليست العناوين الخاطئة. أن يقال أنه في قوى ثورية وقوى ليست ثورية، وكأن الإخوان المسلمين لم يكونوا قوى ثورية. والكل يعلم أن يوم 28 يناير تم اعتقال في عهد الشفيق وهو رئيس وزراء، تم اعتقال رموز الإخوان المسلمين منهم محمد سعد الكتاتني، منهم الدكتور محمد مرسي، أصابع العريان وجميع، تم اعتقالهم حتى لا تستمر الثورة في زخمها. والذين حموا الثورة في يوم موقعة الجمل في عهد أحمد شفيق كانوا الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين ظلوا، شباب الإخوان المسلمين ظلوا في الثورة من أولها إلى آخر. فأن يقال أنه في هناك تيار ثوري هؤلاء ليسوا ثوريين، هذا عنوان خاطئ. إذا على الأقل حتى نفرق أنه هناك تيارات غير إسلامية. لا أقول مرة أسمح لي عفوا المقاطعة. الدولة المدنية، الإخوان المسلمين عندما رشحوا نفسهم، الإخوان المسلمين من 60 سنة يقولون الإسلام هو الحل، والانتخابات التي تمت في عهد حسني مبارك كان تحت شعار الإسلام هو الحل. قيل أن هذا الشعار سياسي رفع إلى محكمة القضاء الإداري العليا وأخذ حكم بأن هذا الإسلام شعار سياسي، ليس شعار سياسي وليس ديني. قيل أن هذا شعار ديني، والمحكم وأحكام المحاكم العليا انتهت أن هذا شعار سياسي وليس شعار ديني. الدولة المدنية يطالب بها الإخوان، لا دولة دينية ويحكمها الشيوخ ولا دولة عسكرية. الدولة المدنية، وقلنا أنه حتى دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة دولة بالأصل دولة مدنية، إنما مرجعيتها الشريعة الإسلامية حسب نص الدستور. فلا يقال الآن أن الإخوان يريدون الحكومة الدينية. هذا الكلام إذا ظلينا في هذا الإطار في هذه الدائرة لن نصل إلى سبيل لحل المشكلة. طب بهذا المعنى، يعني كلامك صحيح أستاذ إبراهيم، بس بهذا المعنى ماذا سيغير الإخوان المسلمين طالما أساسا الدستور المصري يقول أنه يستوحي قوانينه من الشريعة؟ ما الجديد في الموضوع؟ يا أخوي الآن في سلوكيات كثيرة يحكمها الإسلام، وفي شرائع كثيرة يحكمها تحكم المرجعية الشرعية. ابتداء هذه المرجعية الشرعية الإسلامية لا تعارض أي مرجعية دينية أخرى، وخصوصا في العبادات وفي الاتصال بالله سبحانه وتعالى. نقول لا إكراه في الدين، ليس هناك تأتي دولة تقول للناس ادخل الإسلام أو سيب الإسلام بهذه الصورة. أنا أقول هذا يعني، وهذه لها تفاصيل كثيرة ممكن نفرد لها مرة جلسة أخرى. إنما أقول هذا الشعار الذي رفعه الإخوان، نحن لا يحكم رجال الدين، ولن يحكم مرشد جماعة الإخوان المسلمين مصر إذا تولى واحد من حزب الحرية والعدالة رئيس الجمهورية. هذا له اختصاص وهذا له اختصاص. ونقول كل مرة أن مصر أكبر من جماعة الإخوان المسلمين، وأن الإخوان المسلمين جماعة من الشعب المصري، وأن جماعة الإخوان المسلمين ليست هي الأمة المسلمين. هذا الكلام نقوله وندلل عليه، ثم نعود مرة أخرى إلى نقطة الصفر لنضيع الوقت في أيهما أولى. يعني سؤال سريع أستاذ إبراهيم، لماذا استطاع الإسلام السياسي في تركيا أن يطمئن المجتمع والمؤسسات
ويحافظ ويتمسك بالدولة المدنية ولم يستطع الإسلام السياسي بشخص الإخوان المسلمين أن يطمئن. الإسلام السياسي واجه معارك أشرس مما يواجهها الآن في مصر من أيام الأستاذ أربكان حتى بداية وجود حزب الحرية والعدالة اللي بيرأسه طيب أردوغان. واجه خلال 20-30 سنة اعتقالات وحلل الحزب، حزب الرفاه، حزب السعادة، يحلل الحزب وتقوم حصل مع الإخوان وتقوم انقلابات عسكرية. والآن بدأت الناس تتفهم عندما بدأت النفوس تهدأ وقوى القوى المتحكمة قوى الأمن بدأت إيديها تغل، بدأ الناس تفهم إيه حقيقة الوضع، وهذا ما تمر به مصر الآن. طيب أستاذ محمد أبو العنان، ماذا تريدون لكي يطمئن هذا القسم من المجتمع؟ لست أنا، لكن هناك فصيل في المجتمع يؤمن بأنه، أو فصيل في القوى الثورية تؤمن بأن الإخوان لديهم أو لدى هؤلاء إمكانية للتصويت لصالح جماعة الإخوان المسلمين إذا أقرت جماعة الإخوان المسلمين بمدنية الدولة، إذا أقرت جماعة الإخوان المسلمين بانتخاب الجماعة التأسيسية قبل صياغة الدستور، وهذا مؤشر مهم. هذا الفصيل يرى أنه في هذه الإجراءات من الممكن أن يضمن إلى حد ما مدنية أو استمرار مدنية الدولة وعدم العبث بها من خلال العبث بصياغة الدستور وتوجيهه ناحية الاتجاه الديني أو الإسلامي. هناك فصيل يرى ذلك. وجهة نظري أنا كمحلل، النوايا الجيدة الإيجابية غير النوايا نفسها غير كافية. جميل أوي. في خلال الأسبوع الماضي ومنذ انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية أظهرت جماعة الإخوان المسلمين قدرا من المرونة الظهرية، قدرا من المرونة على الشاشات. وأما عند الاجتماعات الفعلية مرونة يعني أقصد مرونة مع الفصائل الأخرى، مع الفصائل التي ترى إمكانية الوصول إلى اتفاق جامع يسمح لهذه القوى بأن تدعو ناخبية أو الكتلة التي وراءها للتصويت لجماعة الإخوان المسلمين. لكني أنا أعتقد في تقديري أن الجماعة لن تعطي هذه الضمانات، لأن كما قلت لك أن عصب المشكلة هي قضية الشريعة الإسلامية. وعندما تأتي قوى إسلامية قوة تتوهم أن جماعة الإخوان المسلمين من الممكن أن تتخلى عن هذا الأمر، هذا مستحيل، لأنه تخليه عن هذا الأمر يجعل الجماعة مثلها مثل أي حركة سياسية أخرى تصعد وتهبط. أنا ما أخذتكش تصعد وتهبط، وهذا هو الحوار الرئيسي في الموضوع الذي يطالب به تلك القوى. أنا أعتقد أن الجماعة لن تفرط في هذا الأمر ولن تعطي ضمانات بهذا المعنى، وأن الصخور الموجودين داخل الجماعة لا أحد لا أتحدث عن الحمائم الذين يتحدثون في العمل السياسي. هل برأيك أنه سلاح الإخوان المسلمين هو التلويح بالشريعة لأنه تلويح انتخابي ناجح، وبالتالي لماذا تطلب أن يتخلوا عن ما هو ناجح؟ أنا في تقديري هو ليس ناجح انتخابيا، لأنهم يتعاملون مع مجتمع ظل لمدة 200 سنة مجتمع مدني. أي نعم المجتمع المدني تم استبداده، تم لوي ذراعه وحكمه بطريقة استبدادية، ولكنه في النهاية هو مجتمع مدني. يعني أنا أختلف مع العسكر، ولكن في النهاية هي دولة مدنية. أما خلافي مع جماعة الإخوان المسلمين خلافي في الدولة نفسها وفي الاستبداد، لأن الاستبداد سيأتيني يرتدي عمامة. بعد فاصل قصير سأسأل أستاذ إبراهيم منير حول موضوع الشريعة. فاصل نعود إليك.
1 2 3 4 5 6 7 8 مصر بين الشيخ والجنرال 1 4 17 28 فاصل 5. أهلا بكم من جديد. أستاذ إبراهيم منير، أريد أن أذكر بعض المعلومات الصحفية التي تقول أن سلفيون بين مزدوجين خدعوا عبد المنعم أبو الفتوح وعدوه بالدعم، لكن أغلب الأحزاب يعني أغلب الأصوات ذهبت إلى دكتور محمد مرسي مرشح الإخوان. أيضا أحد أتباع الشيخ السلفي فوزي السعيد، وهو طبعا أحد كبار الدعاة السلفيين في القاهرة، أكد أن السلفيين في القاهرة وكثير من المحافظات صوتوا لمرسي بالرغم من قرار الدعوة السلفية وحزب النور بتأييد أبو الفتوح. أما السبب فهو أنهم يخافون الله ويعتبرون أن مرسي هو من سيطبق الشريعة. هل هذا واضح أيضا من تلميحات الأستاذ محمد أبو العنان؟ إخوان المسلمين ليس لديهم بديل، هم يريدون تطبيق الشريعة وأن الإسلام هو الحل. يعني هو أنا لا أدري الآن الحراك، يعني الإخوة السلفيين ليسوا فريق واحد، أكثر من فريق، إنما قراءة سريعة لما حدث في الإسكندرية وهي معقل لسلفية، كان التصويت أكبر عدد للتصويت كان حمد الصباحي، فواضح أن هناك عزوف لمجموعات كبيرة من القواعد السلفية عن المشاركة في الانتخابات في الجولة الأولى. وقراءة لبعض المواقع في مصر التي فيها تجمعات سلفية، واضح أن الدكتور محمد مرسي لم يحصل على كل أصوات السلفيين، إنما على جزء من أصوات السلفيين يعني. والباقي يبدو أن كان فيه إحجام عن دخول المعركة الانتخابية. ولذلك عندما نجد أنه 23 مليون من نسبة 50 مليون لهم حق التصويت، أقل من 50%، واضح أن كان فيه إحجام كثير من بعض الفئات ومن بينها التيار السلفي حول موضوع الشريعة. إنما الموضوع الشريعة، الإخوان المسلمين تعلن عن موضوع الشريعة منذ قيامها وتعتبره هدف وجودها في المجتمع المصري. في خلاف على مسائل تطبيق الشريعة بين جماعة الإخوان المسلمين، هي خلاف فكري، وبين تيارات كثيرة سلفية وتيارات أخرى يعني تحمل نفس المعنى، ولم يكن لها طوال السنوات السابقة أو العقود السابقة أي عمل بالسياسة، لكانت بتبتعد عن السياسة. في خلاف حول هذا المفهوم وحول أحقية هذا المفهوم وكيفية التطبيق وأولويات التطبيق، هذا الكلام موجود على الساحة المصرية. إنما الإخوان المسلمين لم تتخلى عن هذا الهدف، باعتبار أنه هذا الهدف هو الرئيس، ثم السعي إليه لابد أن يتوافق مع متطلبات العصر. نقدم ماذا ونؤخر ماذا يعني. يعني في هذه الفترة حزب الحرية والعدالة كان بيؤكد على أمور مهمة جدا، أولا الأمن ثم الاقتصاد، لنبدأ تهيئة المجتمع لما يريده من تطبيق الشريعة ومعاني تطبيق الشريعة. حتى ما قيل من مسائل تمت في مجلس الشعب في البرلمان كان كلها من مقاصد الشريعة، العدالة وتأمين الناس ورعاية الأسر الفقيرة، هذه مقاصد الشريعة اللي الناس بتتصور إن هي مجرد إجراءات عادية، إنما دي الناس بتقدمها والأحزاب الإسلامية في البرلمان تقدمتها على أساس إحدى مقاصد الشريعة الإسلامية. فأنا لا أستبعد الآن إنه في هذه الأزمة الشديدة ممكن دعاة السلفية ورموز التيار السلفي الآن ليس أمامهم خيار آخر، إما أن يكون شفيق والعودة مرة أخرى إلى النظام السابق ونظام العسكر. البعض يقول إنه شفيق سيكون لوحده وبعد 4 سنوات يمشي، وهذا كلام غير طبيعي، لأنه مجرد ما يتولى الحكم هيعمل
حزب يكون وتستمر نفس الدورة مطرة أخرى أو الإخوان المسلمين. وللأسف الشديد الناس يقول أن إما نلبس البلوفر كما يلبسه أحمد شفيق 4 سنوات أو نلبس الجلابية والدشداشة لمدة 30 سنة أو للأبد. هذا الكلام يعني تعبيرات الحقيقة يعني ليست يعني على مستوى الإعلام ولا مستوى ما يحدث في البلد المصري. أستاذ محمد أبو العنين، على مستوى التصويت كيف فهمت عدم إحجام الناس عن التصويت؟ هي أولا. ثانيا، هل نتائج الدورة الأولى ستؤدي إلى إحجام أكثر أو محفز أكثر إلى التصويت؟ لا أعتقد أنها ستؤدي إلى إحجام أكثر. الناس أو الأغلبية العظمى من الناخبين ترى أن الثورة لم تأتي لهم بشيء، بأن وأن ما حدث هو صراع ما بين العمامة والكاب وصراع ما بين العسكر والإخوان، نفس معادلة الحكم القديمة تعود مرة أخرى. أرى أن هناك سيكون هناك قدر كبير من الإحجام عن الموضوع، جزء منه كبير فقد ثقة الناس أيضا في جماعة الإخوان المسلمين، وعلى الإخوان المسلمين أن تراجع هذا الأمر والنظر إلى لماذا حصلوا على 18 مليون في الانتخابات الأولانية اللي هي انتخابات البرلمان، وحصلوا على ما يقرب من 40% داخل البرلمان، وصلت إلى 67% إذا ضمينا إليهم التيارات السلفية، في حين أنه لو افترضنا أن من صوتوا في الانتخابات لهم هم الكتلة التي حصل عليها تحديدا محمد مرسي، يعني ما يقرب من حوالي 6 مليون صوت، وهذا يمثل ما يقرب من 15% من ذهبوا للتصويت أو 20% تقريبا. أين ذهبت البقية؟ أين ذهب هؤلاء الذين صوتوا لجماعة الإخوان المسلمين؟ عليهم أن يراجعوا هذا الأمر، على الجماعة أن تتبع مجموعة من الإجراءات إذا أرادت أن تدفع الناس للتصويت، حسب ما أرى أنها عليها أن تعطي التضمينات التي أتحدث عنها، ولكن هذه التضمينات ليست لقوى سياسية معينة، فأنا ضد هذا الشكل. عليها أن تعطي تضمينات للشعب المصري، الشعب المصري الذي يرغب في بقاء دولته المدنية التي يخشى أن يتم اختطافها، على الإخوان أن يسعوا إلى هذا الأمر. وبالمناسبة بأي معنى الكلام عن صفقات، عن مجلس رئاسي، عن نائبين، بأي معنى؟ بالمناسبة أنا لا أتحدث عن هذا الأمر على الإطلاق، وقلت لك أن الصفقات غير مقبولة في هذا السياق لأننا في حالة ثورة، وبالتالي فمن حتى في مصر يعني نقاش أنه هذه ليست صفقات، عندما يكون هناك رئيس إخواني وهناك نائب أو نائبان من التيارات الثورية، هم يعبرون عن تيارات سياسية وليست عن صفقات شخصية. أطرف شيء، لا هم لا يعبرون عن تيارات سياسية بشكل محدد. ليه؟ لأن أطرف شيء أنا يعني النهاردة شفته، أن يقال مثلا أنه الإخوان عندما يفاوضون من يطلبون منهم ضمانات هم يعرفون أنهم سيحصلوا على 130,000 صوت، وهذه مجال السخرية، يسخرون من القوى التي تفاوض، نظرا لأن هذه القوى التي تفاوض ليست هيكلية، ليس لها أحزاب منظمة وقواعد على الأرض. هؤلاء هم المتعاطفون مع الثورة والذين تعاطفوا مع خطاب العدالة الاجتماعية الذي صاغه حمدين صباحي، أو خطاب الحرص على الدولة المدنية الذي صاغه عبد المنعم أبو الفتوح أو خالد علي. وبالتالي فنحن نتحدث عن هذا الأمر، وبالتالي أنا أعتقد أن هؤلاء هم رؤوس، هذه الرؤوس لا تستطيع أن توجه كتلة بعينها وتقول لها اذهبي وصوتي لجماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فهنا الدور أكبر على الجماعة، وأعتقد أنها لن تؤدي نظرا لأن المعطيات لا تؤدي إلى هذه المخرجات. الجماعة كان أمامها فرصة ذهبية لوضع شرعية منظمة للجماعة وفصلها عن الحزب السياسي، لم تقم بهذا الإجراء. كان لديها مجموعة من الإجراءات أن تتخذ قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، كقانون العزل كانت اتخذ منذ وقت كافي وسمح للقوى السياسية للطعن عليه أو السير في إجراءاته وتمكينه من الوجود على الأرض وعزل القوى الأخرى. هناك العديد من الأشياء التي كان يجب أن تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين لإعادة صياغة التربة والحصول على العدد الأكبر من الناخبين. طبعا أسألك أي رد حول هذا؟ يعني أعتقد أنه أقول أنه الذي يعمل في الحقل، الذي يعمل في الشارع، بخلاف الذي ينظر، مع احترامي للأخ محمد، يعني الحقيقة الحمل كان ثقيل، وما يتهم به جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية لأنهم بعض الإخوان المسلمين أفراز حزب الحرية والعدالة ليقوم هو بالعمل السياسي. وحتى تتبين الأمور، إحنا بنحكم على فترة 3 شهور من عمر دولة
قادمة الله أعلم متى تستمر. هذه فترة الثلاث شهور فترة فيها تضارب الأحداث، وأعتقد حتى تهدأ هذه الفترة ستبين ما هو الخطأ الذي تم وما هو الصواب الذي كان يجب أن نقوم به. إنما أقول إن هذه الفترة أن يحكم عليه هذه الأحكام العامة أعتقد إنه كلام غير سليم. مسألة الدولة المدنية والدولة الدينية والناس تريد والشعب يريد، أعتقد إن النخبة التي بتأخذ رأي الناس، نعود مرة ثانية إلى 19 مارس 2011 للاستفتاء الذي تم، أكثر من 77% الناس صوتت لأول مرة بحرية شديدة وحرية كاملة خوفا على مبدأ الشريعة الإسلامية. قيل هذا الكلام يقينا يعني. إنما هذه الانتخابات التي تم محمد غير موافق على الموضوع. لا أبدا بالعكس، ده هو الأستاذ إبراهيم منير يؤكد مخاوفي. الأستاذ إبراهيم منير يعود إلى حالة الاستقطاب التي أدت إلى ما نحن فيه الآن. استفتاء 19 مارس كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. لا يمكن أنا أقول أن يجتمع 80 مليون شخص على رأي واحد. هذا هذا رأي يعني الحق غريبة. أخونا محمد يعني يمكن الفكر الاشتراكي أو المركزي مسيطر عليه شوية عندما كان يحكم هذا الفكر الاشتراكي. الموقف الشخصي لا علاقة له بالموضوع، وأنا لم أدخل الموقف الشخصي. عندما كان يحكم الفكر الاشتراكي أو الفكر المركزي أو أي فكر آخر كانت الناس تقول هذا رأي الأغلبية ولا بد أن نحترمه. عندما نعود إلى ما يقال أنها ليبرالية أو علمانية ولا تجاهل رأي الناس، رأي الأغلبية من الناس، ثم نقول الأقلية لابد ان الاغلبيه تعود مره ثانيه الى ما تراه الاقليه او ما تراه النخبه. هذا الذي جرى في 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 ال14 شهر الماضيين او بعد ان انتهى زخم الثوره. طيب بدا هذا الكلام استاذ ابراهيم، ليس هذا ليس بشكل مناسب. استاذ محمد ابن عينين لمح من منذ قليل ان التيارات الثوريه قد تلجا الى الخيار الثالث. نعم لمح الى امكانيه ان تلجا الى الخيار الثالث. اريد ان افهم منك في حال فاز الدكتور محمد مرسي واصبح رئيسا للجمهوريه واستمر الشارع في حراكه لانه هذا تيار ثالث، حضرتك كنت مؤكد انكم جزء من التيارات من الحركه الثوريه التي حصلت، كيف ستتعاملون مع هذا التيار الثالث؟ اتحدث عن الميدان عن الشارع. شوف سيدي الكريم، اذا استقرت الامور في الدوله وحزب الحريه والعداله وعلى راسي اذا كان على راس الدوله محمد مرسي سيستقيل من حزب الحريه والعداله الإخوان المسلمين سيظل فصيل من الشارع المصري. إذا أخطأ سيقال له أخطأ، وإذا أحسن سيقال له أحسن، وسنظل حريصين على هذا البلد، وستظل حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حريصين على مصالح الناس قبل مصالحهم الخاصة، وستظل هذا الزخم الموجود، ولن يحدث إطلاق الردة مرة أخرى إلى أن نعود إلى حكم الفرد ولا إلى حكم العسكر ولا إلى دولة ثيوقراطية ولا مثل هذا الكلام على الإطلاق. هذا الكلام نقوله ولم نجرب للأسف الشديد. الناس تحكم على جماعة الإخوان المسلمين دون أن تجربها وهي صار لها 80 سنة وتحارب وتقاتل. أستاذ محمد أبو العنين، هذه يعني الحجة الكبرى التي يقدمها التيارات الإسلامية أننا لم نحكم حتى تحكموا علينا وبالتالي أنتم تحكمون على نوايا مسبقة. في البداية بس أحب أكد أن أنا لم أأتي في أي قول مما قلته شيء يتعلق لا بالاشتراكية ولا بالمركزية ولا بالشيوعية ولا بهذا الكلام خالص. وأن هذه اتهامات تكال بشكل غير متوازن للتيار الذي يعارض جماعة الإخوان المسلمين. نفس الصيغة التي استخدمت في 19 مارس هي ذاتها التي تستخدم الآن. قسم الناس إلى فسطاطين، فسطاط يرى أنه إذا لم تصوت على، رغم أنهم جاءوا بعد ذلك واعتذروا عن هذه الصيغة إلا أنهم يؤكدون على أن هذه هي الحقيقة المكمنة، هذه هي فلسفة التمكين، فلسفة أن أتمكن ثم بعد ما أتمكن أفعل ما أشاء. البداية أفعل ما أشاء هذا علم الغيب. هذا علم الغيب، ولكن لنا تجارب، لنا تجارب على الأرض. اسمح لي أستاذ إبراهيم، لنا تجارب على الأرض. نحن تحدثنا في البداية عن أننا لن يكون لنا مرشح في الانتخابات الرئاسية. هذا يوم 11 أو يوم 10 تحديدا، يوم 10 فبراير 2011 عقد نجاح الثورة مباشرة. بس هذا لدي تحدثنا في السياسي، السياسي المتحركي قد نقرر شيء يوم الاثنين ممتاز ونغير رأينا يوم الخميس ممتاز، ولكنك تتعامل في مجتمع به توازنات وقوة تسعى إلى أن تجدد دماء الدولة، إلى أن تسترد هذه الدولة من عسكر خطفوها لمدة 60 سنة. أنت في هذه الحالة لا يوجد من يملك شيء محدد ليعطيه للآخرين، ولكن علينا أن تكون وعدنا، لأننا في العمل السياسي لا نكتب عقود ولكننا نقدم التزامات نابعة من
عملنا السياسي. ما ردك على كلامه حول صناديق الاقتراع؟ الناس بالنهايه الناس اختارت. انا ردي ببساطه شديده جدا عليهم ان يبحثوا اين ذهب 18 مليون الى 6 مليون. 18 مليون صوتوا لهم في انتخابات البرلمان وحصلوا فيها على 40% من المقاعد، اكثريه برلمانيه. اين ذهبت 6 مليون اللي صوتوا لمحمد مرسي في الانتخابات الرئاسية؟ هذا سؤال هم يجيبوا عليه ولسنا نحن. أما فيما يتعلق بالجزئية اللي هي نحن لم نجرب، نعم أنتم لم تجربوا، لكنكم قلتم أنكم ستدخلون الانتخابات بمنطق المشاركة للمغالبة، وفوجئنا بأنكم استخدمتم ذات الخطاب الديني الذي يقسم المجتمع ويهدد بفتنة طائفية بأقل من الدقيقة. بس قليل، دخلوا الانتخابات ويبدأ المشاركة للمغالبة، ده اللي حدث في البرلمان. الذين نجحوا على قائم التحالف الإخوان المسلمين منهم ناس مسيحيين، منهم ناس اشتراكيين، ومنهم زي ناس أصلا كانوا تبع الحزب الوطني قريبا وتركوا، وهذا الحزب القائمة التي تمت وفي الانتخابات البرلمانية دخلنا عن طريق المشاركة للمغالبة، و 40% نصيب الإخوان، 47% نصيب حزب الحرية والعدالة. أنا أقول وكان الباب مفتوح، حزب الوفد حتى آخر لحظة إن عز رفض أن يدخل مع وكثير من بعض الأحزاب رفض أن تدخل مع الإخوان في على قائمة انتخابية واحدة، وكانت الإخوان تعد ذلك حزب الوفد قال سأخذ 422 مقعد، وأصر إنه ينفرد لوحده. هذا الكلام كان موجود على الساحة، أن يقال إن إخوان أيضا لم يلتزموا بهذا الكلام. طيب على كل حال السجال مستمر، لكن تداركنا الوقت. أشكرك أستاذ إبراهيم منير، ركب أنا قيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وأشكر الصحفي والكاتب المصري أستاذ محمد أبو العنين. شكرا للانتباه، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.